هنا من قلب الحدث، من قلب مدينة بيت لحم، نود إعلامكم وأخباركم بخبر هام وعاجل جدا. تم اعتقال الطفل الفلسطيني المدعو بخضر البالغ من العمر 13 عاما، وتستمر المعاناة مع أطفالنا وشبابنا فلذة أكبادنا الذين لا يستسلمون أمام قمع وظلم وإرهاب الاحتلال. نحن باقون هنا، باقون في أرضنا، باقون في وطننا. وكانت معكم الصحفية والإعلامية إيميليا خالد يوسف المصري، وشكرا. شو اسمك حبيبي؟ مين انتو؟ شو اسمك حبيبي؟ اسمي شو اسمك حبيبي؟ شو اسمك حبيبي؟ شو جايبني لهون؟ مين انتو؟ شو بسوي هون؟ شو هذا؟ حتى فلسطينية. شو سبب تهمتي؟ شو بسوي هون انا؟ حبيبي انت منظرك مش عاجبني، شو كنت انا في العداوة؟ كنت رافعه عشان ادافع عن فلسطين الغالية. خبطه، امسك لي اياها. مشاهدينا الكرام، عدنا إليكم اليوم من جديد بعد مرور 3 أشهر على اعتقال الطفل الفلسطيني خضر. لم تهتم أي مؤسسة حقوقية بقضية اعتقال الأطفال الفلسطينيين، وما زال الاحتلال الصهيوني يحرمهم من طفولتهم ليعتقل 2 أخريين صباح اليوم. ونلقاكم في أخبار الساعة 6:00. وإلى اللقاء.